ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فض ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معاي بنص البال بكلاشين. مرحبا بحلقة جديدة وفيديو جديد من برنامج رأيي مش مهم. اول اشي بدي احكيه شكرا كتير عن جد على المشاهدات وعلى الدعم, وشكرا لاي حدا عن جد قاعد بتابعني وبشترك بالقناة وبحب تشغلوا جرس التنبيهات, هذا أهم إشي بالنسبة لي عشان أي فيديو ينزل يوصلكم. شكرا كتير. اليوم عندنا فيديو لأغنية سلامة نزلت بواحد 31 الشهر, ما قدرتش أعمل عليها رياكشن لأني حكيت بالفيديو اللي قبل. ليش؟ للي حضر الفيديو اللي قبل, للي ما حضروش بقدر يحضره, موجود بصندوق الوصف أو موجود هون. فيديو اليوم سلامة, أغنية غيوم, بدنا نعمل عليها رياكشن وبتأمل أنا يعني بستنى اشي كتير كبير من سلامة صراحة. اوكي اضاءة الغرفة حلوة. قبل كل اشي عشان اكون صريح, انا مش فان لسلامة, بسمع له اغنيتين بس يعني بحال اذا سمعت لسلامة اللي هي طيف, في اغنيته من كانت من الالبوم مع ايليام, هدول الاغنيتين كتير حلوات. بس انا ايش ما احكي هون بضل بالنهاية رأيي مش مهم بالمرة. حابس حزني فيه ساعديني وابعدي يمكن طيفك يختفي. حطني فوق الغيوم. الكورس حلو كثير, الايديتنج تبع الفيديو مش ولا بد صراحة, بما اني انا شفت الكواليس تبعت الفيديو لما نزلوا بتخيل اللي كان معه عدة التصوير, وهاي كنت بتخيل الفيديو يطلع واو من ناحية التصوير, من ناحية شوتات, من ناحية لوكيشن. لوكيشن حلو جوا الدار بالقبل, المقطع القبل واللي قبله بداية الفيديو. الكورس كتير كاتشي يعني, هلا بتسمعه بالفيرس الثاني لما ينعاد راح تغنيه. انا بقى شجع عايش ميت بس بواكب نجم وعايش بين كواكب بالاخر كلها بس تجارب. اليوم بداية جديدة بلش عد من بكرة, هغير العالم يوما بس بفكرة, بعمل خير وبرمي بديش منكو شكرا الكل. هذا المقطع حلو. اليوم بداية جديدة بلش عد من بكرة, هغير العالم يوما بس بفكرة, بعمل خير وبرمي بديش منكو شكرا الكل مفارق كسب صحة الذكر. وكاسك بيدك اشرب وانت مروح, دامك حاسب كل شي بيننا انتسى, تعبت اقدم شكله طريق مطول, فرص ما في لانه القلب انطفى. بديش الماس بديش الناس تحبني, بديش اضيع شارع وسجني شدني, طالع فوق فزدني كرها نسدني, عايش فكرة صعب الدنيا تهدني, فحطني فوق الغيوم يمكن ابني, لازم مني يطلع احسن ابني. حطني فوق الغيوم ما فيش اصحاب واحباب واكيد بس هروح هيجي يوم وتحبني. حطني فوق الغيوم حلو. حطني فوق الغيوم.
بهاي الزاوية أو بهذا السين بالتصوير هذا كتير حلو من ناحية ألوان من ناحية اللبس، والإضاءة كانت كتير جيدة بالفيديو. بالنسبة لي هذا كان أفضل موقع تصوير تصور، وأول شوت بالفيديو اللي هو جوا غرفة النوم كانت الإضاءة كمان كتير حلوة والألوان كتير حلوة. طيب بصراحة الفيديو فيه أكمل لقطة حلوات، الإيديتنج مش كتير واو، كنت بتخيل أنه الفيديو يطلع أقوى من هيك، لأنه زي ما قلت لكم شفت الكواليس وكانت بالكواليس أنه مبين الإشي راح يكون رهيب. وأنا بعرف أنه في شركات برودكشن بعمان كتير جامدة بتطلع أشياء كتير قوية، فبتأمل بالمراحل الجاية يكون الإشي أجمد من هيك. الأغنية لطيفة، الفيرس الثاني والكورس كتير حلوات. وإذا أنا عن جد بحب سلامة بحبه لإشي واحد اللي هو إنه بسكوتش، يعني من أي ناحية بسكوتش؟ إنه بيعمل دسات، يعني بنفس الوقت عنده رقم، وإذا حدا دسه مين مكان، يعني لو حدا لسه إله 10 أيام برد عليه بسكوتلوش. وهذا إشي حلو بالنسبة لي، ليش؟ لأنه أنا حدا بحب يسمع دسات وبحب البيفات اللي بتصير، وهذا هو يعني عن جد. جود لك سلامة ورسبكت للكل. أهم شيء ما يزعل الجمهور سلامي، هذا رأيي بالنهاية، وهذا لا يعتمد على، يعني رأيكم لا يعتمد على رأيي. يعطيكم العافية، بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات، ونراكم بحلقة جديدة من برنامج رأيي مش مهم. وبيس.